أن الإرهاب الأعمى الإرهاب الأسود لن يوقف عجلة التقدم في هذا الوطن. اعلموا جميعا أن في مصر شعبا اتخذ قرارا وألزم الجميع به، ألزم جميع مؤسسات الدولة الوطنية المصرية وألزم الحكومة بتنفيذه. هذا القرار لن يستطيع أي عدو في الداخل أو الخارج أن يسنين عن هذا الطريق. لن تستطيع أعمال الإرهاب الأسود أن توقف خارطة الطريق، خارطة المستقبل. لن يمنعنا الإرهاب الأسود من إقرار دستورنا، الدستور المعبر عن كل المصريين بلا استثناء ولا تمييز بين مصري ومصري. هذا الدستور سيخرج للنور وسيخرج المصريون للتصويت على هذا الدستور جموعا وحشودا. سنعطي للعالم نموذجا جديدا في عبقرية هذا الشعب المصري العربي الذي أثبت وجوده والذي غير نظامين في مدى زمني بسيط. ولن تستطيع أي قوة باطشة أو إرهابية أن تمنعنا من استكمال التقدم نحو بناء وطن حر ديمقراطي، نحو الانتقال من حالة الانهيار التي عاناها شعبنا وعانتها بلادنا عبر نظامين سقطا إلى غير رجعة. سنكمل الطريق. اطمئنوا، الإرهاب الأسود الجبان موجود في العالم كله، يستطيع أي خائن أو جبان أو عميل أو جاسوس أن يصطنع حادثا إرهابيا في مكان دون أن يؤثر ذلك على مسيرة التقدم. إحنا مصرين على التقدم، مصرين على بناء وطن ديمقراطي مستقل يعبر عن كل المصريين في الداخل والخارج، ولا يعبر عن حزب فقط أو جماعة أو تنظيم أو عصابة. هذه هي إرادة شعبنا، وهي من إرادة الله، وإرادة شعبنا وإرادة الله نافذة، ولن يستطيع أحد وقف عجلة التقدم. دي في البداية. أشقائي وإخوتي أبناء الشعب المصري العربي في العالم، أهلا بكم، صباح الخير. هنقول لكم صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر وفي العالم كله. أهلا بيكم إخواتكم. في يا أخ لو سمحتوا بعد إذنكم، أرحب بحضور الزملاء القادة في لجنة 50 والذين صاغوا دستورا سنستعرض معا بعض جوانبه أمامكم، وأشهد بأنهم حفظوا الأمانة وأنهم عبروا عن كل مكونات الأمة. أحييهم جميعا، وستلتقون معهم الآن، وأرجو في حالة أي استفسارات من زملاء المبدعين والملتزمين في لجنة 50، وأيضا الإجراءات التي ستتخذها الحكومة المصرية، ولدينا أيضا في هذا الاجتماع ممثلين عن الحكومة المصرية بكافة وزاراتها المعنية وأجهزتها المعنية، في أي استفسارات حتى نقدم للعالم دستورا يليق بنا، يليق بثورتنا، يليق بدماء شهدائنا، يليق بحضارتنا، يليق بتاريخنا، يليق بقوانا السياسية اللي أنشأت معا حلفا سياسيا واسعا الآن، وأيضا بالقوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في الثورة، شريك هذا الحلف الوطني الواسع. نستطيع بهذا الحلف أن نبني وطن حرم من حق التقدم وحق البناء سنوات
مضت. زملائي موجودين من مؤسسات الدولة الوطنية المصرية التي أفلتت من السلب، هيردوا، وأيضا قادة الأمة في هذه المرحلة والمعبرين عنها في لجنة الخمسين موجودين معكم، منهم في حدود طبعا شاعر مصر العظيم الشاعر سيد حجاب، وانا اقرأ الدستور وانا من محبي شعره، لاحظت ان له بصمة واضحة هتعرفوها اما تقروا الدستور، وبالذات اما تقروا الديباجة كمان وبعض النصوص، وهو من طبعا صك الجملة في مصر، لها أساتذة، وهو من أساتذة صك الجملة. أيوة. أي زي صك العملة كده. أيضا الأستاذ محمد المهندس محمد سامي عضو لجنة الخمسين ورئيس حزب الكرامة، السيد المخرج فنان الشعب خالد يوسف، واللي تنبأ بثورتنا في فنه وفي أعماله، أستاذي الأستاذ حسين عبد الرازق القائد التقدمي المعروف، وكان رئيسا لي في فترات سابقة وبالذات في لجنة العمل الجماهيري عن لجنة الخمس، بحييهم. ونحن في انتظار وصول السيد عمرو موسى في الطريق، يأتي بعد قليل، وبقية الإخوة الأفاضل قادة لجنة الخمسين. أيضا بيحضر ممثلي الدولة الوطنية المصرية، ومنهم معالي السفير علي العشيري مساعد أول وزير الخارجية، أيضا سيادة المستشار صلاح عبد الحميد المستشار بالاتحاد الأوروبي في بلجيكا، أيضا المهندس مصطفى عبد الله مدير مكتب الأهرام بالنمسا. أحيي زملائي الإعلاميين أيضا اللي حاضرين معانا، وحتى لا أنسى أحدا، جميع وهتعرفوا من بسهم بعد كده، جميع الإعلاميين، وأنا بعتبر وأنتم تعتبرون أن الإعلام أيضا المصري العظيم شريك في الثورة دي، بالذات الإعلام اللي تصدى للاستبداد والفساد ده شريك في هذه الثورة، لا يمكن لأحد أن يتغافل دوره المهم في كشف وفتح الاستبداد والفساد والاستغلال، فهو شريك في هذه الثورة، وهو شريك في الدستور، وهو شريك في كافة المراحل القادمة. ولن أسمي التسميات التي لم تتبع من قبل بالسلطة الرابعة، هو سلطة أعتقد سلطة كاشفة لكل السلطات، وأدعوها أن تمارس نفس دورها في ظل هذه المرحلة كما مارسته في السابق. أنا قبل أن نبدأ بعد إذنكم سندعو أستاذنا الأستاذ سيد حجاب لكي يقدم تعريفا سريعا بالدستور، وبالذات المقدمة العبقرية الديباجة العبقرية لهذا الدستور، وأيضا لبقية زملائي من لجنة الخمسين، ثم نفتح كلمة مداخلة سريعة، ثم نفتح الباب للنقاش معكم، وانتم الأصل احنا عايزين نتكلم معكم، انتم اللي قاعدين بتشاهدونا دلوقتي في بلاد العالم، انتم سفراء هذه الأمة، سفراء الوطن. احنا كنا كلنا مغيبين، وانتم كنتوا مغيبين، والشعب المصري كله مغيب. آن الأوان أن يستدرد الشعب المصري، كل الشعب المصري منه في الداخل والخارج، دولتهم الوطنية المصرية العظيمة، لكي نكون رقما صحيحا مع أمتنا العربية في بناء عالم، نشارك في أيضا في بناء حضارة إنسانية في مواجهة الحضارة المعسكرة المتوحشة اللي بتقودها بعض القوى في العالم. ده هدفنا، احنا عايزين نشارك في بناء الإنسانية عبر بناء أمتنا العربية وعودة مصر الوطنها العربي وأمتها العربية على طريق المساهمة في بناء
عولمة إنسانية نشارك فيها جميعاً.